هذه هي الخريطة، هنا يتقاتل الأعداء في معركة من أجل البقاء، هنا يتقاتل الأعداء على المذابح والعتبات، هنا صناعة مجد وبداية قصة، هنا تنطلق الرحلة، فلننطلق سويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم عندنا شرح للخريطة والتحالفات. أنا لما أتكلم عن الخريطة فأنا أتكلم عن ثلاث مناطق تعرف بالشات، بتقرونها كثير، زون 1، زون 2، وزون 3، تعني المنطقة الأولى، المنطقة الثانية، والمنطقة الثالثة. فلما تبدأ اللعبة راح تكون متواجد على الحدود في أحد هذه الأماكن. ممتاز، هذه هي المنطقة الأولى قلنا، وهنا المنطقة الثالثة، الثانية. علشان أنتقل من الأولى إلى الثانية لازم، شوف لاحظ هنا في معبر، المعبر هذا لازم يكون تحالفك مسيطر عليه، وعلى اسمه يعني معبر مستوى 2، بحيث يوديك من الأولى إلى الثانية. تحالفك إذا غير مسيطر على المعبر هذا، طبعا في معابر يعني مو بس هذا، في كثير، فمعناه أن ما يمديك تنتقل من بمدينتك من المنطقة الأولى إلى الثانية، وحتى جنودك ما يمديهم ينتقلون، يعني إذا تبغى تدخل بالجنود من هنا من المنطقة الأولى إلى الثانية ما يمديك، لأن تحالفك غير مسيطر عليه. فهمت الفكرة الآن؟ طيب، هذه هي المنطقة الثانية، لاحظ هنا في الخريطة فوق. طيب، الثالثة هذه اللي هي في قلب الخريطة بالوسط، لاحظ في الجوانب هنا، على الجوانب فيه معابر مستوى 3، من اسمها يعني منطقة الثالثة، المستوى الثالث، وهكذا. هذا المعبر اللي يوديك على المنطقة الثالثة. فهمت الفكرة الآن؟ فكرة المناطق وين بالضبط وكيف تنتقل من منطقة إلى منطقة، هذه هي فكرة المناطق والمعابر. طبعا راح نجي هنا لسؤال اللي هو وش الفرق بين المناطق الثلاث؟ بكل بساطة، أول فرق عندنا الموارد. لاحظ يوم ضغطت هنا كيف صار، شارح لك هنا فقير جدا، فقير عادي، جيد، غني، غني جدا. الألوان هذه موضحة لك، طبعا اللي بالمنطقة الأولى هي الأقل في الموارد، بحيث يكون جمعك للموارد قليل، طبعا مستوياتها قليلة، هذه هي الفكرة. طيب، لما أنتقل للمنطقة الثانية يختلف اللون، لاحظ، فتلقى أفضل من الأولى. لما أروح لقلب الخريطة راح تلقى الموارد الأعلى والأفضل في الجمع. فهذه هي فكرة الفروقات بين المناطق الثلاث. مو بس كذا، حتى البربر وحراس المذبح والعتبة راح تلقاهم أعلى، بحيث هنا أقل ويرتفع مستوى قوة البربر والحراس أعلى هنا في الثانية، وفي الثالثة راح تلقاهم الأفضل والأقوى. فهمت الفكرة؟ فهذه هي فكرة الفروقات بين المناطق الثلاث. الآن بعد ما عرفنا الفروقات الثلاث بين المناطق الثلاث، ننتقل إلى المعالم اللي على الخريطة. طيب، المعالم اللي على الخريطة هذه هي أحد أسباب الحروب بين التحالفات.
طيب خلونا نتعرف عليها بشكل سريع. عندنا هنا الشكل هذا هو مذبح، وهذا عتبة، وهذا ضريح. طيب وش الفائدة من السيطرة على المعالم هذه؟ كل معلم، لاحظ، كل معلم يعطيك مميزات تفيدك أنت كتحالف، يعني كل اللي بالتحالف يستفيدون منها، فهذا هو السبب اللي يخلي التحالفات تتحارب عليها. فخلونا نشوف المذبح هذا الآن. طيب طبعا تختلف مسميات المذابح، لاحظ يعطيني هنا سرعة تدريب 5%، جدا ممتاز، شفت كيف؟ فلو أنتقل إلى مذبح ثاني راح تفرق، يعني طبعا يعني مديك تسيطر عليها كلها عادي، بس أنا أقصد أن راح تفرق المميزات. راح يعطيني هنا مثلا هجوم قوة 3%، فاحرص أنك تحصل على أكثر أو أكبر عدد من المعالم هذه. نفس الكلام ينطبق على العتبات، كل واحدة تعطيك مميزات، شفت كيف؟ فتختلف من عتبة إلى عتبة، من مذبح إلى مذبح، ومن ضريح إلى ضريح. لاحظ هنا، خلنا نشوف الضريح هذا، هنا يعطيني هجوم قوات 3% وسرعة تدريب 10%، جدا ممتاز. طيب هل هذا كل شيء الآن؟ لا، في معلم أخير اللي هو المعبد المفقود، ويقع في قلب الخريطة بالوسط بالضبط، شوف كيف. طبعا اللي يسيطر على هذا المعبد راح يكون الملك، فأنت إذا صرت طبعا التحالف رقم واحد وراح تاخذ جوائز، طبعا أول تحالف يسيطر عليه راح ياخذ الجوائز من السيطرة على هذا المعبد. الملك إذا صار ملك حق المملكة يقدر يوزع الألقاب، بحيث إذا طلبوه مثلا عطني المهندس المعماري علشان يسرع البناء عنده 10%، عطني العالم حتى يسرع سرعة الأبحاث، وهكذا. طبعا اللي يعصى الملك أو المملكة يسوي مشاكل فيعطيه ألقاب لا تليق، شفت الفرق؟ طيب يقدر يفعل تأثيرات، بحيث طبعا هذه تكلف 2000 جوهرة تقريبا، والله ناسي، لكن هذه لها ثمن، فيقدر يزيد إنتاج الموارد في المملكة، يقدر يسرع يزيد سرعة التدريب في المملكة 10% لمدة 4 ساعات، وهكذا. شوف عندك، اقرأ هنا قدامك وشوف. طبعا يقدر يوزع هدايا أسبوعية، يقدر يعطي يختاره طبعا أي أعضاء أو عفوا أي لاعبين في المملكة ويكافئهم. طبعا هذه كلها بعد لها ثمن، يعني لازم يدفع علشان يرسلها لك، شفت كيف؟ والله ما أدري هي لازم تدفع، والله ناسي، أنا ما أدري، فأتمنى أحد فاهم بالشيء ذا أو صار ملك قبل يفيدنا بالمعلومة هذه. فهذه هي الجوائز. يقدر يرسل رسالة للمملكة كلها، طبعا تاريخ الملوك اللي مسكوا المملكة، يقدر يحدد الهجرة حاليا، أي أحد يقدر ينتقل لمملكتنا، لكن طبعا هو اللي يحدد، لكن إذا حدد مثلا 25 مليون أي أحد تحت هذا الرقم ما راح يمديه ينتقل. نفس الكلام إذا 35 مليون، إذا أنت تحت 35 مليون قوتك، تحت 35 مليون فما راح تقدر تنتقل للمملكة. شرف المملكة طبعا هذه الممالك اللي غزيناها، المهارة هذه حاليا ما فتحت. طيب هذه هي فكرة المعالم بشكل عام، وأتمنى وصلت الفكرة. حاول أنك إذا كنت قائد تحالف أو مشرف أنك تسيطر على أكبر عدد من المعالم بحيث يستفيد تحالفك بالكامل. ففي اتفاقيات تصير بين التحالفات، مثلا عطني المذبح هذا وبعطيك هذا المذبح اللي عندي، هذه هي الفكرة. نأتي الآن إلى التحالفات. طيب
في حاجتين لازم تفهمها قبل ما تدخل في التحالف. اولا لا تزعل ها اذا انطرت، ثانيا اقرأ الاعلان اللي هنا ايش يبغون منك، متطلبات، هل هذه المتطلبات تنطبق عليك او لا. طبعا قبل ما ابدأ هنا، هذا اسم التحالف، قوة التحالف، وعدد الاعضاء، واللغة المتطلبة، بحيث انه كتبوا انجليش يعني تسولف انجليزي. بعضهم يقول لك عادي تقدر تسولف اي شيء، بس انه يفضل انه انجليزي، فاذا تركي يكتبون تركي، اذا مثلا روسي يكتبون روسي، وهكذا. طيب عندنا هنا يقول لك يجب تقديم طلب، بحيث انك ما يمديك تنضم معهم حتى يوافق عليك القائد او الضباط اللي عنده. اما اذا مكتوب مثلا، خلينا نشوف هنا، اي مثلا هنا يمكن لاي شخص الانضمام، بمعنى عادي تقدر، ما في اي متطلبات وحياك الله. فانت لازم تقرا الاعلانات قبل ما تطلب او تقدم طلب حتى تنضم معهم. فتختلف، يعني زي هذا مثلا كاتب ايش، كاتب ايش يبغى منك، بعدين كاتب نقبل اللاعبين من 3 مليون وفوق، فهمت؟ طبعا بعضهم يكتبون التحالفات الصديقة لهم بحيث انك ما تهاجمهم وهكذا. فهذه هي فكرة تقديم الطلب. الآن بعد الانضمام إلى التحالف راح يطلع لك اللائحة بهذا الشكل، ممتاز. خلينا نتعرف عليها حبة حبة. هذا الإعلان حق التحالف، طبعا كاتب لك هنا اسم التحالف، الرمز حق التحالف، قوة التحالف الحالية، القائد، اسم القائد، الإقليم الحالي، هدية التحالف، هذه راح أشرحها بعد شوي، الأعضاء المسموح باستقبالهم، وهنا شارح لك كيف تزيد سعة الأعضاء. إذا تبغى تزيد، طبعا حاليا نقدر نستقبل 100 عضو، لكن أقدر أزيدهم من خلال هذه الأشياء، فهمت؟ ممتاز. طيب نأتي الآن إلى مساعدة. هنا أي عضو يبغى مساعدة مثلا في تسريع الأبحاث أو تسريع البناء عنده، ساعده، والمقابل عملة فضية. أعلمك هذه إيش فائدتها بعد شوي. طيب هذه فكرة المساعدة. المتجر حق التحالف، طبعا قلنا العملة الفضية تكتسب من خلال التبرعات، لا حتى هو موضحها لك هنا، من خلال التبرعات، من خلال بناء الأعلام، المباني، الحصون، يعني بالأشياء هذه. وفي أحيانا أحداث أسبوعية وشهرية يعطونك مكافآت اللي هي العملات الفضية. طيب فائدتها أنك تشتري الأشياء اللي هنا، لاحظ هذا الثمن، وهذه هي الأشياء اللي مديك تشتريها من المتجر. طيب في هنا عملة ذهبية، طيب وش فائدتها؟ هذه ما لك دخل فيها، لأن هذه تخص التحالف بشكل كامل. هذه هي الأشياء اللي يمديك، أو عفوا هذه الأشياء اللي يقدر القائد أو الضابط أنه يحطها لك هنا، بحيث أنك يمديك تشتريها. فمثلا ما عندي، خلينا نشوف إيش في هنا موارد، حاليا عندي هذه. طب أنا أبغى مثلا تسريع خشب، فأقول له عطني بالله سرعة خشب، أقوم سوي كذا. طبعا أنا هنا ضابط، فهذه هي انضافت، شفت كيف؟ فهذه هي الفكرة، العملات الفضية أنت اللي تستفيد منها كعضو، والذهبية كذلك مهمة حتى تكون الفائدة للتحالف ككل، بحيث القائد أو الضابط يمديه ينزل الأشياء هذه، فكل واحدة لها تكلفة. وصلت الآن أتوقع. ننتقل إلى النقطة الثانية اللي هي إقليم التحالف. إقليم التحالف، لما أتكلم عن الإقليم أنا إيش أقصد فيه بالضبط؟ هذا أساس التحالف، هنا نقطة القوة. والله هذا كلام خطير، أنا الآن ماني فاهم إيش السالفة، اشرحها لي الآن، اشرحها لك. لاحظ أنت لما تبدأ تسوي تحالف
لازم يكون عندك أساس اللي هو الحصن المركزي. بنيت الحصن المركزي، طيب وبعدين؟ خلاص أنت عندك إمكانية تبني أعلام بهذا الشكل. هذه هي الأعلام، تروح من هنا من هناك، أنت حر. هنا يوجهنا للسؤال الثاني، على أي أساس أنا أبني الأعلام؟ يعني وين أروح معه؟ أتوسع وين وليش أتوسع من هناك وكذا؟ الآن تفهم معي، بس أبغاك تركز، أنا بشرحها لك بأسلوبين، أسلوب الفيديو وأسلوب الصور، بحيث إذا ما فهمت من الفيديو تفهم من الصورة. ممتاز، ركز معي. أنت إذا قائد تحالف أو ضابط في التحالف تسوي كذا، زوم أوت، وتستهدف المعالم اللي تكلمنا عنها قبل، اللي هي المذبح والعتبة والأضرحة والمعابر. لاحظ احنا مسيطرين هنا على معبر، فلقينا هنا مذبح، بنينا بنينا أعلام إلى أن وصلنا إلى المذبح فسيطرنا عليه بهذا الشكل، تمام؟ لاحظ هنا لقينا عتبة فسيطرنا عليها. طيب بتقول يا أخي أنا أوكي، أنا فهمت الحين أن أبني على أساس أني أسيطر على المعالم، بس يا أخي أنا شايف عندك هنا حوسة، يعني أنت داخل هنا ورايح هنا، إيش الفائدة؟ طيب هذا القسم الثاني، لاحظ هذه هي اللي تفيد التحالف، موارد التحالف، سيطر على الأشياء اللي تجيك زي كذا. لاحظ معي هنا نقاط موارد التحالف، حاليا أنا مسيطر على الأشياء اللي تفيد التحالف اللي هي هذه، فيطلع لي بالساعة، هذه هي الموارد اللي تطلع لي بالساعة من كل نوع اللي أنا سيطرت عليها بس. فتقول لي طيب يا أخي وش الفائدة من نقاط موارد التحالف؟ حلو، هذا سؤال كويس. الفائدة لاحظ معي هنا، طبعا ما يمديك تبني علم إذا ما كنت قائد أو ضابط. شوف هنا معي، شوف التكلفة حقت بناء علم، هذه هي المتطلبات. عندنا نقص في الذهب، هل معناه إذا صار عندي نقص لازم أروح أدور لي منجم ذهب وأسيطر عليه؟ لا طبعا، تقدر تسوي كذا. وفي شيء ثاني بعد، لاحظ معي هنا، خليني أشوف مكان، شوف إيش كاتبين هنا بعد. ممتاز، شوف الآن هذا قاعد يجمع موارد داخل إيش؟ المالك مين؟ اللي هو التحالف، داخل التحالف. طيب هذا قاعد يجمع موارد داخل خارج التحالف، إيش الفرق؟ الفرق إن هذا يستفيد يعني من جمع الموارد داخل التحالف، ويفيد إن حنا يعني إذا بغيت أبني أعلام ولا شيء فهذا يفيدني أنا، يفيدني بزيادة نقاط الموارد. عكس هذا يكون مستفيد الحالة، طبعا هذا ما هو عيب، عادي استفيد لحالك، بس الأفضل أنك تزرع أو عفوا تجمع داخل التحالف. فهمت الفكرة الآن؟ بحيث أنك تزيد نقاط الموارد عندنا، فنبني أعلام ونسرع الأبحاث، يعني زي الحين هذا البحث شغال عندنا بسبب نقاط موارد التحالف. فهمت الفكرة؟ وليش إنه مهم أنك تجمع داخل منطقة تحالفك بحيث أنك تشوف المالك مين؟ هذا هنا أوكي، أجمع داخل تحالفي. هذه هي فكرة الإقليم بشكل مختصر وسريع ومبسط. إذا ما فهمت تعال معي على الصورة. الآن هذا هو الشرح بالصورة قدامك، هذا هو الحصن المركزي، تمام؟ طيب لقيت معلم، أقوم أبني علم باتجاه المعلم. لقيت والله موارد تفيد التحالف، المخزن حق التحالف، أروح أتجه للموارد هذه وأبني أعلام بهذا الشكل. أقدر حتى أني أبني من دون هذه الأهداف، بحيث أنه يكون الهدف أن الأعضاء يجمعون الموارد داخل هذه منطقة التحالف يعني، ويفيدون المخزن حق التحالف بحيث ما يكون في نقص، تمام؟ بحيث أني أجبرهم
يجمعون موارد داخل منطقة التحالف. فهذه هي الفكرة بالصورة. الآن بعد ما فهمنا فكرة الإقليم ننتقل إلى أراضي التحالف. طبعا هنا يوريك المعالم اللي أنت مسيطر عليها كتحالف. ننتقل إلى الهدايا. حلو، لاحظنا هنا، نبدأ من نادر. أي أحد يشتري من المتجر، يعني يشتري باكيجات أو الأشياء هذه، راح تحصل أنت بعد تستفيد منها بعد، يعني هو يستفيد من الأشياء اللي هو شراها وراح يفيدك أنت كتحالف، فهمت؟ فأفضل الصناديق اللي ممكن تحصل عليها من نادر اللي هي الفضية والذهبية. طبعا راح تحصل على مميزات غير طبيعية، فإذا أنت محظوظ وكنت مع ناس تدفع كثير في اللعبة أنت راح تستفيد بأشياء جنونية، يعني مجوهرات، نقاط في آي بي، يعني على حسب أنت وحظك عاد. ففي أشياء كثير ممكن تطلع لك من الصناديق الفضية والذهبية، غيرها تجيك تسريعات وتجيك أشياء كثير. فهذه هي فائدة نادر. أما عادي، عادي هذه تستفيد منها إذا مثلا هاجمت قلاع البربر. حلو، إذا هاجمت هذه راح تستفيد من طبعا هدايا بسيطة، يعني ما هي بالشيء الكبير، لكن شو الفائدة منها؟ لاحظ هنا الفائدة اللي راح تحصلها منها انها راح تزيد من نقاط الهدايا ونقاط المفاتيح، بحيث اذا فتحت هذه بالكامل تحصل على مميزات، تحصل على جوائز او مكافآت كويسة، يعني تسريعات على شوية كتب على، فهمت؟ إذا وصلت المستوى العاشر الصندوق هذا يترقى ويصير لونه أخضر، وهكذا كل ما توصل 10 مستويات زيادة بعد الأخضر يجيك أزرق وبعد الأزرق زهري، وهكذا، فهمت الفكرة الحين؟ فعلشان كذا هم يحرصون أنهم يهاجمون قلاع البربر بكثرة بحيث أنه يستفيد من الهجوم عليهم، وكذلك يستفيد من رفع نقاط الهدايا ونقاط المفاتيح حتى تصل إلى آخر شيء وتستفيد من المكافآت. فهذه فكرة الهدايا. ننتقل الآن إلى حرب. طيب الحرب حاليا ما عندنا حرب. أي شيء يجي هنا مثلا واحد هاجم على مدينة واحد من أخويانا، أو واحد بيهجم على علم حقنا، أو أي معلم من المعالم اللي حنا مسيطرين عليها راح يطلع لي هنا. طيب هذا المخزن اللي كنت أتكلم عنه قبل علشان تعرف كم الموارد الحالية التي تمتلكها. هذه هي موارد التحالف. طبعا هذه الحد الأقصى حاليا، فأنت علشان تبني أعلام أو تسوي أبحاث بالتحالف لازم يكون عندك هذه تمام، بحيث خلني أشرح لك أفضل. أنا لو بغيت أبني علم وش المتطلبات؟ أن يكون عندي كذا وكذا وكذا، تمام؟ طيب أنا عندي هذولي لكن عندي نقص في الذهب، مطلوب مني 242,000 ذهب. طيب خلني أشوف كم عندي ذهب حاليا. عندي 143,000. هل معناه أني لازم أنتظر يعني لين تصير لين أوصل المطلوب أو إيش؟ لا، أطلب من أعضاء التحالف أنهم يجمعون ذهب داخل منطقة التحالف، فهمت؟ يعني زي هذا الحين قاعد يجمع حجر داخل منطقة التحالف بحيث أنه إيش يزيد عندي في المخزن هذه. فأنت إذا عندك نقص قل لهم يا شباب برسالة طبعا أنه أجمعوا ذهب داخل منطقة التحالف بحيث أننا نستفيد كلنا، نبغى نبني أعلام ولا نبغى نسرع أبحاث. فهذه هي الفكرة، فهمتوا؟ خلاص. طيب طبعا هذه هي التقارير من اللي بنى علم وكم كلف، من اللي سوى أبحاث، هذا سوى بحث وكلف المخزن حق التحالف هذه الموارد. فهمتوا الآن فكرة المخزن وأنه فائدة أنك تجمع داخل منطقة تحالفك والسيطرة على موارد التحالف في الخارج؟ هذه هي.
ننتقل الآن إلى آخر فقرة معنا اللي هي العلوم. نفس فكرة المعهد اللي داخل مدينتك، نفس الفكرة بالضبط، ما في شيء متغير، لكن اللهم إن فيه هنا أشياء زيادة بحيث أنها تفيد التحالف كامل. عكس لاحظ، يعني أنت في البداية راح تركز أكيد على الأشياء الاقتصادية، أنت عاد تحدد الأولويات. ما أقدر أقول لك لا روح من هنا أول بعدين سوي كذا بعدين اتجه كذا، لا لا لا، هذا شيء راجع لك أنت كقائد أو كضابط. يعني في ناس يخلي فلان فاهم بالأشياء هذه ويعرف كيف يطور التحالف، أبترك المهمة هذه لك. يعني مثلا أنا والله أبغى أوجههم أنهم يحطون تبرعاتهم هنا، أنا الآن ضابط أسوي كذا، أحط على النجمة بحيث أنه أي واحد يفتح التحالف ويتجه للعلوم يتجه إلى هنا، شفت كيف؟ يقول تبرع هنا، فأنت تبرع فتستفيد عملات فضية، تزيد العملات الفضية عندك، فهمت؟ خليني أشيل هذه، أنا والله ما أدري وين كانت، بس خليها بعد شوي هذه أضبطها. طيب، هذه هي العملات الفضية بحيث أنك تقدر تشتري من متجر التحالف. طيب هل هذه هي الوسيلة الوحيدة اللي أقدر أكسب فيها عملات فضية؟ لا لا طبعا، أنت كل ما تبني علم كل ما تكتسب على حسب المدة اللي أنت تبني فيها علم تزيد العملات الفضية عندك. خلينا نشوف في علم هنا يبنى، لا حاليا ما يبنى شيء، لكن كل ما تشارك في بناء الأعلام كل ما تكتسب عملات فضية. فهمت الفكرة كيف؟ هذه هي فكرة العلوم وكسب العملات الفضية. الآن بعد ما انتهينا من شرح أهم النقاط بالتحالف ننطلق إلى أعضاء التحالف. طيب هذا هو قائد، وهذول هم الضباط أو المشرفين، سمهم زي ما تبغى تسميهم. طبعا هذول هم اللي يتحكمون بمصير التحالف مع القائد. لو تلاحظ هنا في علامة زائد، هذه ألقاب يعطيها القائد للمشرفين، تمام؟ فكل قائد له مهمة على حسب طبعا القائد، إذا بيعطيهم، إذا يعني زي هذا الآن، هذا هو المبعوث حقنا، بحيث إذا صار في مشكلة مع تحالف ثاني هذا اللي يروح يتناقش معهم بحيث إنه يحاول يوقف الحرب، يقول يا ناس حنا ما نبغى حرب، هل في حلول ثانية تبغون منا شيء؟ يعني بحيث أنه نتفادى الحرب هذه، فكرة الحرب هذه ما نبغاها. فهذه هي وظيفة المبعوث. أما أمير الحرب فهذا هو إذا جت الحرب هذا هو اللي يقود الحروب، بحيث أنه يقول يا فلان أنت روح من هناك، إحنا راح نضرب المكان هذا، راح ننتقل إلى هنا، فهذا مهمته إدارة الحرب. أما المستشار هذا اللي يعتني بالتحالف، زي ما هم وضح لك، إدارة الحدود، تخصيص الموارد، تخطيط الأحداث، يعني هذه مهمته أنه يساعد الأعضاء. فهمت الفكرة الآن من أعضاء التحالف؟ هذه هي فكرة أعضاء التحالف. طيب بعد ما انتهينا من شرح لوائح التحالف وفكرة أعضاء التحالف ومهمة كل مشرف، ننتقل إلى إعدادات. هنا موافقة، لو أبغى أقبل أحد أو أرفضه أنا حر. ترتيب الأعضاء يعني واضحة، ما يبغى لشرح. قائمة التحالفات بالمملكة، طبعا هذه خاصة بالقائد. دعوة لاعب للانضمام. مغادرة التحالف. وهذه هي فكرة التحالف وشرح اللوائح. طبعا بتقول لي يا أخي أنا أبغى أزيد الأعضاء، أوكي اقرأ هذه وزدهم، شوف المكافآت اللي تخليك تزيد عدد الأعضاء. 10 أعلام تزيد 1، مكافأة حصن التحالف تزيد لك 5 أعضاء، علوم التحالف طبعا زي ما وريتكم قبل شوي في علوم تخليك ترفع مستوى عدد الأعضاء. فهذه فهمت الآن؟ خلاص يلا خلينا ننتقل إلى جزئية بسيطة اللي هي نصيحة صغيرة لكل قائد ولكل مشرف ولكل عضو. ها
هذه النصيحة موجهة لكل قائد. أنت كقائد يا أخي خلك مرن، لا تضغط على الأعضاء ولا تهملهم، أمسك العصا من النص. يعني ما تقول له يا أخي أنت ما سويت الشيء هذا ولا أشوفك كثير هنا، طيب يا أخي يمكن هذا مشغول أو عنده أعمال أو يعني ما في هم عنده في الحياة إلا أنه يلعب اللعبة هذه. هذا واحد. اثنين، أنك تهمل الأعضاء يعني تقعد كذا مهملهم، ما تتواصل معهم، ما تحل مشاكلهم، هذا الشيء اللي يخلي تحالفك يفشل 100%. أنا أضمن لك هذا الشيء لأني أنا مريت على تحالفات بهذا الشكل، قادة كسولين، قادة عصبيين بحيث أن ينفرون الأعضاء من التحالف. خلك مرن وامسك العصا من النص مثل ما قلت، فاسمع للأعضاء، حاول تحل مشاكلهم، لا تجيب الحروب، يعني حاول أنك تتفادى الحروب بشكل تام حتى تحالفك ما يطيح، وحتى تفكر بمصلحة أعضائك قبل مصلحتك أنت، لا تكون أناني. فهمت الفكرة؟ هذه لكل قائد. هذه رسالة لكل مشرف أو ضابط في التحالف. حبيبي أنت الآن القائد أعطاك الثقة، تمام؟ خلك نفس الكلام اللي وجهته للقائد أوجهه لك، خلك محترم مع أعضائك، لا تقسى عليهم، لا تخليهم يحسون أنك إنسان غير مقبول بحيث أن ما يسمعون كلامك ويتمردون ويفشل التحالف بسببك أنت. نعم بسببك أنت، خلك محترم، خل أسلوبك تمام معهم، إذا أخطأ عضو حاول أنك تحل المشكلة بحيث أنك ما تضع اللوم على أحد معين، إذا في أحد يستحق اللوم عاقبه بما يناسب. يعني خلك إنسان ذكي ومحبوب في الدرجة الأولى، خلك محبوب حتى تكسب محبتهم كلهم ويبدون يسمعون منك. فهمت فكرة أنك تكون مشرف؟ هذه هي. هذه الرسالة موجهة للأعضاء. حلو، أنت كعضو مهمتك أنك تعمل بما يقولها القائد أو المشرفين. حلو، لا تتصادم مع المشرفين ولا تلعب دور ما هو بدورك. اعرف مكانتك في التحالف، أنت إنسان فقط تنفذ الأوامر. إذا والله ما أعجب قرار أو عندك اعتراض أو اقتراح أفضل، تقدر تتجه للقائد نفسه وتقترح عليه أو تعترض على الأشياء اللي ما أعجبتك. طيب إذا القائد والله إنسان غير محبوب وما يسمع الكلام وتحسه كذا عصبي، هنا تتجه للمشرفين، تختار أنت أي مشرف وتقول له يا أخي أنا والله القرار هذا ما أعجبني، وتقدر تكلم القائد لأنه ما يسمع لك إلا أنت، ما يسمع لنا. فبهذا الشكل، فهمت الفكرة الحين؟ خلك إنسان ذكي لماح، لا تصير متصادم مع الكل. صارت معك مشكلة مع عضو، على طول ارفع شكوى للقائد أو المشرفين أنه فلان والله سوالي مشكلة وكذا. صارت لك مشكلة برا التحالف، يعني أحد هجم عليك، على طول روح للمشرفين واشكيلهم أنه هذا والله هجم علي، وش الإجراء المناسب اللي ممكن نتخذه كتحالف. بهذا الشكل، فهمت؟ خلك عضو ذكي ولا تلعب دور ما هو بدورك. انتبه، لا تأخذ قرارات من راسك، ارجع للمشرفين والقائد قبل ما تسوي الشيء هذا أو القرار اللي أنت راح تتخذه ضد أي أحد خارج التحالف، بحيث أنك ما تجيب المشاكل لتحالفك، يعني تروح تتصادم مع الأعضاء خارج التحالف وتهجم على فلان وعلان وتجيب مشاكل وحروب لك. لا لا، خلك ملتزم بالأوامر والقوانين اللي حطها لك القائد والمشرفين. فهمت الآن كيف؟ هذا هو اللي كان عندنا اليوم. يعطيكم العافية وانتظروا الجديد، وأسفين على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.